السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وبيه نستعين. عملة النهاردة بتاعتنا 50 قرش الورق، 50 قرش ورقية، ده 50 قرش الحمراء. قرش البنك المركزي المصري 50 قرشا، القاهرة في 28 يناير 1978، عن البنك المركزي المصري. جماعة حلا، بسم الله ما شاء الله، 100% أنصر. حافظ البنك محمد عبد الله إبراهيم، نص جنيه ده 5 جنيه بقى، نص جنيه الأحمر كان سنته بيضرب. حالة بسم الله ما شاء الله، وش وظهر بسم الله ما شاء الله. شايفين الحالة؟ أنصر رقم مسلسل بتاعه 099 78 40، جيب 78. ده برضه كنت شاريه بالصدفة بالحالة دي، والله كنت واخده بتمنه، نص جنيه بنص جنيه أرزاق. طبعا هو له قصة معايا وحكاية، وطبعا يعني قصته وحكايته غريبة شوية. واحد كان في البنك وجابهم مش عاجبينه، بدهم لسواق، السواق قال له اهدا دي حاجة ما بتصرفش، شفتهم ومتاخدهم. كام دول يا عم؟ قال دول جنيه، نص جنيه وربعين. قلت له هاتوا متزعلش نفسك خد. كان ده بقاله بتاع 15 سنة. الحالة اللي انتوا شايفينها دي سنة 78، يعني حاجة مش قديمة أوي، بس حاجة يعني أهي برضو من النوادر. محدش النهاردة ليه؟ ربنا يبارك معاكم إن شاء الله. ما تنسوش بقى إن شاء الله الاشتراك واللايك والشير، وما تنسوش يعني تدعمونا عشان القناة تتفعل ويوصلكم كل جديد إن شاء الله بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.